بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بحضراتكم. من وقت وصول السيد توماس توخيل لتدريب تشيلسي وانا معجب جدا بافكار السيد توماس توخيل ومعجب جدا بما يقدمه توماس توخيل. من وقت وصوله حتى الان معجب جدا بالراجل وكل اللي بيعمله فنيا وكل التغييرات اللي بيعملها. بكون مقتنع جدا ان الراجل بيكون شايف حاجه والحاجه دي فعلا بتتنفذ. الراجل عنده توفيق غير طبيعي من وقت وصوله لحد الان مع تشيلسي. فدي نقره ونقره حكيم زياش نقره ثانيه خالص، لان انا برضو لما بقعد اركز مع السيد توماس توخيل وبركز على حكيم زياش ومدى جديه استمراره في تشيلسي بلاقي ان هنا في مشكله كبيره جدا، وهو ان حكيم زياش طريقه لعب تشيلسي واللي بيعتمد عليها السيد توماس توخيل من وقت وصوله وهي 3-4-2-1 او 3-4-1-2 بيكون فيها مشكله بالنسبه لحكيم زياش. وحكيم زياش مش بيحب ولا بيفضل ان هو يلعب بالطريقه دي، ولا الادوار اللي السيد توماس توخيل بيديها للاجنحه ادوار تليق على حكيم زياش وعلى بروفايل حكيم زياش. لان حكيم زياش كلنا كنا شايفينه مع فرانك لامبر بال 4-2-3-1 وبال 4-3-3 وبحريه ان حكيم يتواجد في العمق اكتر من الاطراف، كنا شايفين ان حكيم زياش هو افضل لعيب في تشيلسي. فلما حكيم زياش بيكون مرمي على الطرف حكيم زياش بيواجه مشكله، لان معلش حكيم زياش لما بيلعب على الطرف بيكون مطلوب منه ان هو الباك اللي وراك اول ما يجي بسرعه سلمه الناحيه الثانيه، العب غير ملعب عكسي، بص على الفرود بصيله. فانت كل المطالب منك انك تنقل الكره بسرعه، وانك كمان لو عندك حاجه زياده ممكن تقدمها قدمها، ودي ما تلتش مع حكيم زياش ومع اللي زياش بيحب ياخد الادوار بتاعته جوه الملعب، وهو انك بتعمل اللي انت عايزه علشان خاطر انت بتكون كيبلير، واحد من اهم مفاتيح اللعب جوه الملعب. انما حكيم زياش مع توماس توخيل مش بيحس نفسه ان هو مفتاح لعب خالص، هو بيحس ان انا مطلوب مني حاجات، الحاجات دي لو ما نفذتهاش بقعد على الدكه وبكون اكتر واحد مقرب ان هو يقعد على الدكه في اللعيبه الموجودين. ودي على فكره حاجه ما تضرش توماس توخيل، هي حاجه نوعا ما فلسفه موجوده في انجلترا وفلسفه موجوده في تشيلسي. زي مثلا ان في لعيبه بتاخد وقت طويل جدا جوه الملعب وانت مش عارف اللعيبه دي مستمره ليه، سوى الاسباب التسويقيه ان تشيلسي ومسؤولين تشيلسي شايفين ان اللاعب ده مع الوقت هيكون كويس ومع الوقت هيجيب فلوس للنادي لما يتم بيعه. فده كله بيأثر على حكيم زياش. حكيم زياش اللي في عز كل المعاناه اللي كان بيعانيها مع السيد توماس توخيل انه يحجز مكان على لعيب زي موسم مونت، لعيب كويس جدا ولعيب صغير ولعيب كمان عنده ميزه كبيره جدا وهي ان هو انجليزي، والاعلام الانجليزي اي حاجه هيعملها هيتقال عليه ان هو موهبه عصره وموهبه زمانه وهيتقال عليه ابيات شعر، وان حكيم هيواجه مشكله وصعوبه ان هو يلعب عليه اساسي. في عز كل ده بقى تيجي مشكلتك مع المدير الفني المنتخب المغربي وحيد خلوزيتش، فتوماس توخيل يحاول ان هو يرجعك، فتلاقي ان انت مش شايف قدامك وان انت سيء جدا، وان انت لما بتكون سيء الجمهور بيركز معاك. يعني لما حكيم كان سيء في ماتش استون فيلا ناس كتير جدا ركزت معاه، لما حكيم كان سيء في ماتش يوفنتوس برغم ان الفرقه كلها ما كانتش شايفه قدامها ناس كتير جدا ركزت معاه، قالت لك حكيم زياش يجب ان هو يكون مفتاح لعب مكان موسم مونت. طبعا على فكره موسم مونت بيتغير له طريقه اللعب، وموسم مونت لما بيلعب طريقه اللعب بتتحول ل 4-3-4-1-2 زي ما حصل النهارده بعد موسم مونت نزل وكان بيلعب تحت لوكاكو وتحت تيمو فيرنر، محدش قالها خالص. لا لا محتاجين ان احنا نقول ان في فعلا مدربين بيخافوا من اللعيبه الانجليز وبيخافوا من نقد الاعلام الانجليزي ليهم. مثلا لوفس الشيك بدا النهارده اساسي ليه؟ علشان توماس توخيل خايف من نقد الاعلام الانجليزي ليه؟ لعيب زي روس باركلي هياخد وقت طويل مع تشيلسي ليه؟ علشان خاطر الاعلام الانجليزي بيقول لتوماس توخيل انك لازم تلعب روس باركلي ولوفس الشيك. ليه؟ لعيبه دوليه انجليزيه لازم يلعبوا معاك. فدي معضله بيواجهها المدربين في الدوري الانجليزي، وبالذات المدربين اللي بيكون معاهم لعيبه دوليين انجليز بيكونوا وقت كتير جدا مطلوب منهم ان هم يشاركون جوه الملعب، وبيكون على حساب لعيب مش بيكونوش افضل منه، زي مثلا بن شيرول النهارده مكان ماركوس الونسو. بن شيرول من ساعه ما وصل تشيلسي وبيلعب اساسي برغم ان ماركوس الونسو افضل منه. دي حاجات ملهاش علاقه بالكوره برضه عزيزي، دي حاجات لها علاقه ان المدير الفني ما يقدرش ان هو يجاري الهجوم الاعلامي والصحافه بتقول عليه من جانب ان هو مش عايز يدي فرصه للنجم الانجليزي فلان او النجم الانجليزي فلان. فدي مشكله بيواجهها زياش. فبعد كل ده ناس كتير بتقول لك حكيم زياش يجب ان هو يرحل من تشيلسي بسبب توماس توخيل. لا، حكيم زياش يجب ان هو يرحل من تشيلسي علشان خاطر يحاول يحافظ على ما تبقى من مسيرته ومستقبله، لان استمراره مع تشيلسي توماس توخيل الموضوع مش هيكون مجدي خالص، لان استمرار زياش مع توماس توخيل بنفس الافكار الفنيه بتاعت توماس توخيل دلوقتي وبنفس كل الادوار اللي توماس توخيل مقتنع ان هو يديها لك انت كحكيم زياش الموضوع ما يناسبكش. وفي عز كل ده لما انت ما بتعرفش تأدي الادوار دي الاعلام الانجليزي بيمسكك يسلخك، والجمهور الانجليزي بيمسكك يسلخك برغم انك بتكون لعيب بتقدم اللي عليك وزياده. يعني مثلا تقييم زياش كان اعلى من تقييم كاي هافرتز ماتش يوفنتوس، بس الهجوم اللي خده حكيم زياش ما خدوش كاي هافرتز ماتش يوفنتوس. ليه؟ ما اعرفش، يمكن لان كاي هافرتز الماني وحكيم زياش لعيب عربي.
انا ما بتكلمش على العنصريه ولا برمي اي حاجه على العنصريه، بس مع الاسف الشديد العنصريه مستمره في انجلترا. العنصريه في انجلترا هي حاجه عاديه جدا وحاجه منطقيه بيواجهها اللعيبه الافارقه واللعيبه العرب. فمهما قعدنا نقول ان العنصريه مش موجوده في عالم كره القدم، فاحنا بنشتغل نفسنا وبنضحك على نفسنا. طب كل ده ليه علاقه بماتش ساوثهامبتون النهارده؟ لا، ماتش ساوثهامبتون كان تشيلسي لازم يطلع كسبان، وتشيلسي طلع كسبان. انا زي ما قلت لك في البدايه، انا بحب تشيلسي، بحب توماس توخيل، بس بحب احكي زي شكتر عشان ما اضحكش عليك. تشيلسي النهارده قدم ماتش كويس، كان بيحاول ان هو يخلص الماتش بدري، سجل الهدف الاول عن طريق شوربه. الشوط الاول كان فيه عك كتير، مفيش حد بيباص لوكاكو. كابتن كلام هوتسون الموضوع عايز يسجل هو، تيمو فيرنر عايز يسجل هو، مفيش اي كور بتوصل لوكاكو كتير. لوكاكو كان بيواجه معاناه غير طبيعيه في ان هو يستلم كور من زمايله. كنا بنشوف ان تيمو فيرنر عايز يسجل، وتيمو فيرنر سجل فعلا الشوط الاول، بس للاسف الهدف اتحسب فاول على سيزر اسبليكويتا. الشوط الثاني بيبدا، تشيلسي بيلبس ضربه جزاء من لعيب زي بنشير المفترض ان هو دوري، جيمس وورد بيخش بيحطها. مفترض ان الماتش بدا ان هو يصعب على تشيلسي، لا، الموضوع بيتسهل جدا، لان بعد طرد جيمس وورد الموضوع بيبدا ان هو يبان ان في فرقه هتكسب وفرقه ثانيه هتطلع خسرانه. برغم التغييرات اللي عملها توماس توخيل، وان اول استلامه لجورجينيو طرد الراجل، بس كانت تغييرات مقبوله وكانت تغييرات منطقيه وطبيعيه، لان كانوا ماتش ما كانش شايف قدامه ولا جورجينيو ولا اسمه ايه ده لوفت الشيك كان شايف قدامه. فطبيعي ان انت تختار جورجي وتنزل قدام موسمون. هل موسمون تبع عمل كل الحاجات اللي كانت مطلوبه من حكيم زيش الماتش اللي فات او الماتش اللي قبليه؟ انا ما شفتش الكلام ده بصراحه. بس تشيلسي بيقدر ان هو يسجل الهدف الثاني عن طريق بنشير، ولا علشان خاطر تشيلسي يطلع كسبان، وعلشان خاطر الاعلام الانجليزي يعظم في مدى جديه بنشير، ومدى ان بنشير ده لعيب عنده تركيز. الاعلام الانجليزي مش هيعظم بنشيرول، بس هيقول لك ان بنشيرول واحد من افضل باكات الشمال في التاريخ. عادي يا اسطى، ما هو عندهم دلوقتي لوك شو وبنشيرول بيقولوا عليهم ان هم من افضل الازرع الشمال في العالم، وتقعد تبص على العيال دي بتقدم ايه جوه الملعب؟ والله بتقدمش، بس هم انجليز يا اسطى، اهم حاجه عندهم ان هم انجليز. للاسف الفيديو ده رايح لحته عنصريه، بس للاسف يا صاحبي والله انا بشوف ان هو ده اللي بيحصل في الدوري الانجليزي. لو انت شايف حاجه غير كده من فضلك قول لي. اما لو انت متفق معايا فاعمل لايك او سبسكرايب ده لو الفيديو عجبك، اما لو مش متفق على الفيديو كله فانزل اشتم في الكومنتات واعمل اللي انت عايزه.